اختي على هادشي اللي شنو نقول اختي باقي ما عرفت والو خويا باقي ما عرفت والو حنا كنتفاجئوا بهذا الخبر ولكن ما عارفين والو خويا طيب واحسن ولد واحسن شاب طيب ورجوله فيه كل شيء فيه كل شيء شو بغيتي تقولي لهاد الناس هادو اللي قتلوه شو بغيتي تقولي لهم خويا شنو نقول لهم كندعوهم الله شنو نقول لهم يتموا فيه ولاد واش نقول لهم عندو جوج اخويا عندو جوج تصور اختي الشيخ بقى مشت والو انا يلا كنت يلا الخبر جاتني حيت انا مريضه بالسرطان بغاوش يقولوا لي هادشي ولكن كيفاش درتي الخبر انا حالتي كيفاش انا مصدومه انا جافه انا كنشوف حالتي كدير في الدار انا خارجه حيت انا ساكنه بوحدي داري ما كنتش معاهم يلا غدوه ما دواش معايا البارح ولكن قال لي ماما غدا العمر انا غنجيبها عندك هاد السيمانه انا خويا ما دويتش معاه البارح خويا الله ياخذ فيهم الحق هادشي اللي غنقول حنت الله هو اللي كيحكم على كل شيء خويا ولد ما كيزعورش احسن اخ واحسن اخ واحسن اخ ما عديش ما نقول شي الشيء اللي غنقول العقوبات في بلاد الناس خويا نبغي لي من هذا مش غنبغي اش غنبغي اكثر من هادشي حيت عدمو فيه ولاد وعدمو فيه عائلته كلها